خلينا نروح مرة أخرى للأستاذ إيهاب أشرف إن شاء الله يكون معانا والاتصال جيد. صباح الخير يا أستاذ إيهاب. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. أهلا بيك وبنحييك، ويعني الحقيقة يعني حضرتك وكل زملائك رفعتوا راسنا واكدتوا على يعني يمكن حاله الحماس اللي جوانا كلنا وحاله التعاون اللي كلنا نفسنا كان نبقى معاكم هناك، واحنا شايفينكم سعداء كمان بادخال هذه الشاحنات. كلمني عن الحاله اللي كانت موجوده وانتوا قاعدين هناك لاكثر من 8 ايام في الظروف دي، برد وسامعين القصف في قطاع غزه. كلمني على كل الكواليس والظروف اللي انتوا كنتوا فيها يا استاذ ايهاب. والله يا فندم احنا الحمد لله يعني ملتزمين وصامدين يعني وايد واحده كلنا ان شاء الله، واحنا واقفين خلف القياده بتاعتنا ان شاء الله باذن الله، وربنا يسهلها ونقدر ندخل بقيه المساعدات ان شاء الله لاخواتنا في فلسطين باذن الله. والحمد لله دخلوا امبارح 20 عربيه تمام، وان شاء الله ممكن يكون في قافله ثانيه ان شاء الله النهارده 20 او 30 عربيه ان شاء الله يدخلوا بالسلامه ان شاء الله، وربنا يعيننا ان شاء الله رب نقدر ندخل المساعدات دي على خير باذن الله. واحنا صامدين ان شاء الله ومنتظرين ان شاء الله احنا ندخل المساعدات دي بخير باذن الله. باذن الله ان شاء الله. احنا بنحييك وبنشد على ايدك يا استاذ ايهاب، يعني فعلا عمل انساني رائع جدا، وزي ما كلنا تابعنا. عايزك تقول لي اكتر وتكلمني على الصعوبات اللي بيواجهها سائق شاحنه. احنا بنشوف شاحنات طبعا بحمولات كبيره جدا من الاطنان، الموضوع مش سهل ومش يسير، طريق طويل جدا، طريق كمان حتى للدخول داخل قطاع غزه كان في مشكله كبيره جدا في تعبيد وتمهيد الطريق للوصول للجانب الفلسطيني. المشكلات دي بتواجهها ازاي كسائق شاحنه؟ والله يا فندم احنا الحمد لله يعني فضل من رب العباد علينا، يعني ربنا دي تبقى يعني من عند ربنا الحمد لله، احنا بنعمل العين والباقي على الله. ولكن ارجع واقول لك يعني كلنا بنكون ايد واحده، حتى لو في واحد قابلته مشكله ولا حاجه تلاقي اخوات السواقين برضه اللي هم حوالين منه قدامه ووراه بيقفوا معاه وبنساعده لو في اي مشكله في العربيه، في اي مشكله في حاجه، في اي مشكله في الطريق بنحاول ان احنا نصلحها قدام العربيه برضه عشان خاطر نسهل الامور ان شاء الله لدخول المعونات بالسلامه باذن الله، وربنا يعيننا يا رب ان شاء الله. بقى لك كم يوم هناك؟ احنا بقى لنا ان شاء الله كده بقى لنا بالظبط ان شاء الله بقى لنا 8 ايام النهارده او 9 ايام. إيهاب قول لي بقى يعني انت وزمايلك تقريبا كام سائق كده هناك، وعايزاك برضو تحكي للساده المشاهدين بعد ما يعني ما عديتوا بقى يعني عديتوا خلاص بمعبر رفح وخلال ايصالكم لهذه الشاحنات او توصيلكم للشاحنات اللي معاكم. حاليا احنا قدام المعبر لا يقل عن 70 80 عربيه واقفين قدام البوابه بالظبط، غير العربيات اللي هي بره يعني قبل البوابه بشويه يعني قبل الكمين اللي هو في دخلتك على بوابه رفح، برضه في عربيات واقفه كتير، في عربيات ثانيه برضه واقفه في العريش. يعني الحمد لله المعونات موجوده وبزياده، بس ندعي ان الله ان ربنا يسهلها والامور تمشي ان شاء الله يا رب. يعني كم سائق كده تقريبا يا ميهر؟ احنا حاليا هنا قدام المعبر هنا يعتبر 70 80 سائق. عم ايهاب كلمني على الحاله اللي عندك، يعني دلوقتي انت طبعا بتسوق الشاحنه لكن اظن كل واحد موجود هناك بيساعد التاني، كل الشباب المتطوع، السائقين، العمال اللي موجودين كلكم بتساعدوا بعض في تعبئه الكراتين، في توضيب زي ما بيقولوا كده الشاحنه وملي الشاحنه بالمساعدات. الحاله اللي عندك احنا محتاجين نحسها اكتر، نهلنا كده، ايه اللي كان بيحصل؟ والله يا فندم اللي كان بيحصل لما كان بيكون في مثلا يعني يقولوا في عربيه داخله بنشوف اي عربيه ثانيه يعني يكون عربيه داخله منهم لو فيها مكان فاضي بنحاول ان احنا نكملها من العربيات اللي هي واقفه لسه مش داخله دلوقتي، وبندور برضه على الحاجات اللي هي المهمه زي مثلا ميه، زي اجهزه طبيه، الحاجات دي بنحاول ان احنا ندخلها في اول قافله اللي دخلت امبارح، برضه القافله ان شاء الله هتدخل النهارده برضه بندور في اي عربيه تكون فيها اي عجز في الكميات بنكملها من العربيات اللي لسه ما جاش لها دور انها تدخل بالسلامه ان شاء الله، بحيث ان احنا نحاول ان احنا ندخلهم اكبر كميه مع اي عربيه داخله. طبعا ايهاب قول لي انت كنت من ضمن القافله اللي دخلت اللي عدت من المعبر؟ لا انا من القافله ان شاء الله النهارده باذن الله. النهارده ان شاء الله طبعا يعني
احنا مستنيين ان شاء الله تاكيد موعد عبور الشاحنات عبر معبر رفح لقطاع غزه. بنشكرك جزيل الشكر طبعا استاذ ايهاب اشرف سائق احدى شاحنات المساعدات، تورتنا في صباح الخير يا مصر، وكل التحيه ليك ولزملائك اللي موجودين والمرابطين عند معبر رفح لايصال المساعدات لاشقائنا في قطاع غزه.